أهل الأرض في ذكرى يوم الأرض. شهداء ومئات الجرحى رسموا طريق العودة بدمائهم في يوم تذكيري للعالم والاحتلال، معلنين أن الأرض فلسطينية. وتأكيدا على تضامنهم مع شقائهم الفلسطينيين، أطلق المغردون على موقع تويتر أمس هاشتاغات عدة. عبروا تحت الهاشتاغات عن إدانتهم واستنكارهم للهجمات الوحشية من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي على المشاركين في المظاهرات التي انطلقت في غزة أحياء للذكرى 42 ليوم الأرض الفلسطيني، والتي أدت إلى سقوط عدد من الشهداء والجرحى. المغردون تداولوا صورا للحشد الفلسطيني متكاتفين يدا بيد، رافعين راية واحدة تهدف لإعادة حقهم في أرض سلبت ولهم حق عودتها لهم. وكان أكثر المقاطع تأثيرا مقطع فيديو يظهر لحظة إصابة شاب أثناء أدائه صلاة العصر على الحدود الشرقية لقطاع غزة، ومقطع آخر يظهر قيام قوات الاحتلال باغتيال شهداء سيرة العودة الكبرى. المغردون أكدوا بأنهم سيبقون صامدين مهما طال القتل حتى استرداد حقوقهم كاملة.